يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.